شاهد ما يقع في سبتة المحتلة. خرج العشرات من ساكنة مدينة سبتة المحتلة مساء يوم الأربعاء 13 أبريل الجارية في وقف احتجاجية بمحيط المعبر الحدودي تارخالة للمطالبة بفتح الحدود بعد أزيد من سنتين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا والأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا. ورفع المحتجون أغلبهم من المغاربة المقيمين بسبتة شعارات طلبوا فيها حكومة مدريد بالإسراع في فتح المعبر، خاصة أن العلاقات مع المغرب عادت إلى سابق عهدها. وشدد المحتجون على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لهم والسماح لهم بالتنقل بين سبتة وباقي مناطق المملكة المغربية وزيارة عائلتهم وأسرهم، خاصة أن غالبيتهم ينحدرون من مدن شمالية كتطوان والمضيق والفنيدق. جدير بالذكر أن إعادة فتح معبر سبتة ومليليا لن يكون كسابق عهده، خاصة فيما يخص حركة السياع والبضائع، حيث توزيع إجراءات صارمة مرتبطة بالتعشير الجمركي والكمية التي تسمح بها الجمارك للمشتريات الشخصية من أجل الحفاظ على سيرورة التنقل في المعبرين بشكل عادي ومستمر. نشكركم على حسن المتابعة.